السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للمشاهدين والمشاهدات ديالي كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة يا ربي. ومرحبا بكم معايا. هذا النهار غنقدم معكم ليكيش بالفلفل والفقاع والدجاج. هانتوما كما تشوفوا عندي الفلفل، عندي البصلة، ودايرة واحد شوية ديال البزار الكحي، شوية ديال الكمون والملح مسكين جبير. هادشي اللي كان. وغادي نزيد عليه خواتاتي كسميتو، غادي نزيد عليه الفقاع، راني مازال ما حليتوش. جبت هاد القوطي فيه شي 2.5 كيلو كما تشوفوا، راني عاد غادي نحلو، مازال ما عرفتوش كاع كي داير. هانتوما هو راه مصاوب معدل كي داير، مقطع ومعدل هذا، ولكن انا عاد غادي نزيد نقسمو شويه شويه. اللي لقيتو كبير غادي نعاودلو نقسمو على جوج، واللي شاطلي غادي نديرو في الثلاجه، غنديرو في الميكات شويه شويه، وغادي نديرو في الثلج باش كل مره نبقى ندير به. وهذا خواتاتي كما تشوفوا راه غادي نديرو يطيب ونعاودو ان شاء الله نتلاقاو. هنا خواتاتي هو داك الفلفل راه دخلو الطياب كما تشوفوا، راه تقريبا طايب. دابا غادي نزيد عليه الفقاع شامبينيو، وغادي نزيد عليه الدجاج مقطع، الصدر ديال الدجاج مقطع هانتوما كما تشوفوا، وغادي يطيب غادي نطفي عليه على حقاش الفلفل هو طاب والدجاج راه في ساعه كيطيب. هنا خواتاتي هانتوما كما تشوفوا هذاك دوك المقادير ديالي طابو، ها هما كلشي طابو. دابا غنخليه ينشف واحد الشويه ونطفي عليه. هانتوما داك الدجاج راه طاب، شامبينيو، هانتوما كلشي راه طاب، غادي نطفي عليهم ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي غادي ندير العجينه نتاع ليكيش، هانتوما تشوفوا غادي ندير وحده كبيره، وغادي يشيطلي داكشي اللي غادي يشيطلي غادي ندير به وحده صغيره. هانتوما عندي الفرينه، راني ما عبرتش، عينكم ميزانكم على حسب المول ديالكم. هكا زليفه ديال الطحين صغيره ديال الفرينه، وبيضه، وخميره ديال الحلوه ما غاديش نديرها كامله، وغادي ندير الزبده على حساب الخليط. هانتوما غادي ندير واحد شويه ديال الخميره، انا راني مزيده، نتوما بحال اللي ديروا زليفه ديال على حساب المول ديالكم، ديروا زليفه ديال الاخر، زليفه ديال الفرينه. انا راني على حساب غادي ندير جوج، وحده كبيره وحده صغيره، وراني مزيده بحال زلافه ونص. وغادي ندير واحد البيضه، بسم الله. ودابا الزبده غادي ندير الزبده وغادي نخلط، كي تكاد لي العجينه ديالي ما غاديش نزيد الزبده، بسم الله. هانتوما كي تجيني مقاده هي هذيك، الا ما جاتليش هي هذيك غادي نزيد شويه ديال الزبده ونعاود اخواتاتي نتلاقاو. هنا اخواتاتي كما تشوفوا فين جمعت العجينه ديالي، هانتوما راه العجينه كتجي رطبه، وعلى حساب الا جاتكم قاصحه ولا زيدوا الزبده حتى تجيكم العجينه مقاده بحال هكا. ودابا اخواتاتي انا غنديرها في واحد البلاستيكه وغادي نخليها تسيح واحد شويه، ونولي ديك الساعتين ندلكها نورقها معاكم ونعاود اخواتاتي نتلاقاو. وهنا اخواتاتي هذاك الفقاع ديالي غادي نوريكم كيف ديرولو. ملي تجيبو بحال هكا بالزياده غادي تبقاو ديروه غير شويه، القياس اللي غادي ديروه بحال هكا، غير القياس اللي ديروه ديروه هكا في البلاستيكه ترميوه في الفريغو بحال هكا. انا راني جبت هاد القطي كبير كيهز 2.5 كيلو كما تشوفوا، كندير القياس اللي ندير، غير داك القياس اللي نديروه نديروه هكا في بلاستيكات ونحطوه في الفريغو، كنبقى نجبد غير بالقياس بحال هكا. باش تبقاو ديروا القياس اللي بغيتو نتوما، و الا حطيتوه غير هكا كيقدر يدير يضيع لكم. هانتوما بحال هكا، وغادي نديرو خواتاتي في الفريكو ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي راني باغيه نصاوب الكيش ديالي، هانتوما كما تشوفوا عندي هاد ليمون هذا، واحد كبير واحد صغير،
نمسحتهم بسم الله. نجيب هذا البلاستيك بحال هكا وغادي نجيب هذيك العجينه كما تشوفوا. بحال هكا راني خليتها ترتاح، راها رطبت على خاطرها. بسم الله نجيب بلاستيك اخرى، واللي بغا دير على ورق المطبخ دير عليهم. بسم الله كما تشوفوا غادي نبقى نسرحها بحال هكا حتى نحس بالما درت قد ليمون لي علي، عاد نديرها في ليمون. هانتوما خواتاتي كما تشوفوا راني قلبتها على هاد، ورقتها على هاد البلاستيكه هادي وقلبتها هنايا وريقلتها، ودابا غادي نتقبها بحال هكا بالفرشيطه كما تشوفوا. وسمحوا لي على الصوت ديال الكوكوت. ودابا غنتقبها مزيان بحال هكا وغادي ندخلها الفران ان شاء الله تشد راسها، نعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي كما تشوفوا راني بغيت ندور الحريره ديالي، ها نتوما راه واحد الحريره تجي زوينه، راه كتجي زوينه تبارك الله. والحريره راه غير في الكولور ديالها خواتاتي تعرفوها، ها نتوما ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي غادي نعمر دوك البيتزات ديالي كما تشوفوا، راه عندي هنا لاصوص وعندي الطون وعندي الزيتون والزعتر والكاشير، واللي بغات دير الفلفل والبصله كتخلطهم مع هادو كتجي زوينه. بسم الله كما تشوفوا كندهنهم بحال هكا، وراه مرطب هادوك هما اللي حضرت معاكم بحال هكا. والفرماج خواتاتي ما غاديش نديرو دابا حتى يطيبو، على حقاش الا خليتوهم يطيبو راه الفرماج كيولي كيتحرق لكم، ما كيبقاش ابيض، حتى نخرجهم من الفران حتى يطيبو وندير لهم الاخر وندير لهم الفرماج ونردهم للفران غير في الساعه هكا يذوب الفرماج ونحيدهم بحال هكا. راه كيجيب خواتاتي واحد البيتزات اللي هما زوينين. عندي شي ضياف غير راكو عارفين شي ضياف جاوني غير على غفله، ايوا راني ندير غير الموجود. علاش قلت لكم هاد الاخر، هاد العجينه ديال البيتزا ملي كديروها وتكون عندكم في الثلاجه خبيزات مصاوبين ومعدلين، راه واخا جاكم الضياف ما كتعذبوش، غير تجبدوا بحال هكا وكتعمروا. هانتوما كندير الطون بحال هكا، ودابا راه باقي لي غير الاخر، باقي لي غير الفرماج كما قلت لكم طيبو، وغادي نولي نزيد لهم الفرماج. وهادو الصغيورين خواتاتي راه كيجي واحد المنظر زوين، وكما قلت لكم كما ملي كنكون غير انا وليداتي ما نكونش مزروبه كندير جوج كبار على حساب الصينيه ديال الفران. وهادو راهم غيجيو زوينين، وكو عارفين الحاجه الصغيره بحال هكا راه كتجي منظر وتجي زوينه عاوتاني تجي بنينه. هانتوما خواتاتي بحال هكا كنساليهم كاملين ونعاودو ديك الساعتين ان شاء الله نتلاقاو. وبحال هكا غادي نساليهم كاملين وندخلهم الفران يطيبو عاد نزيد لهم الفرماج. هنا خواتاتي كيما تشوفوا راني ساليتهم، والزعتر راني نسيت ما ذكرتولكمش راني كنت ما خلطتوش في الاول. ها نتوما كيما تشوفوا راني خلطته مع الكاشير وراني كنعمر به، كيجي واحد المذاق اللي هو زوين زوين بزاف. دابا غادي ندخلهم خواتاتي يطيبو، ملي غادي يطيبو غادي نخرجهم ندير لهم الفرماج غير شويه ونردهم، غير ردهم شويه يذوب داك الفرماج ونخرجهم باش كيجيو زوينين. ملي كديروا الفرماج من الاول راه كيتحرق لكم ما كيجيش زوين. هنا خواتاتي كيما تشوفوا هاني طيبتهم حتى طيبتهم عاد درت لهم الفرماج. ها نتوما كيما تشوفوا غادي ندخلهم الفران يذوب داك الفرماج غير واحد شويه ونحيدهم.
راهم كيجيو زوينين، وهادو راني باقيه ما طيبتهمش كما تشوفوا، مازال ما طيبتهمش، ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي هو داك الكيش ديالي راني طيبته كما تشوفوا، ولكن راني زيدت له شويه الطياب، خصكم ديروا له غير بحال هذا كما تشوفوا. هذا ها هو طايب بيض، ولكن هذا راني زيدت له شويه الطياب، غير هكا طيبوه بيض وحيدوه. ودابا غادي نشارك معكم ان شاء الله الطعميره ديالو. هنا خواتاتي فين غادي نصاوب البيشاميل ديالي على حساب الكيش. نتوما كيما تشوفوا عندي 5 د البيضات، ولكن انا غادي ندير جوج ماشي وحده، واللي بغات دير غير وحده دير 3 د البيضات. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الفرينه، وعندي الفرماج، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وعندي الزبده. نتوما كيما تشوفوا غادي ندير الزبده الاول، واحد جوج معالق كبار ديال الزبده هما غادي ندوبهم، غادي ندوبهم حتى يذوبوا. ملي يذوبوا غادي نزيد عليهم هاد الفرينه هادي، وعاد ديك الساعتين نزيد الحليب ونعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي كما تشوفوا هاني درت ديك الزبده تذوب، غادي نخليها تذوب بحال هكا. هانتوما خواتاتي غادي نزيد عليها هاد الفرينه هادي، وغادي نبقى نحركها مزيان. هانتوما والحليب اخواتاتي راني غادي ندير لتر حليب، على حقاش انا راني دايره بالزياده، ما رانيش دايره غير وحده، راني دايره جوج، وانتوما اللي غدير غير وحده صغيره، ولا كل وحده دير على قياسها. ودابا اخواتاتي غادي نزيد عليه الحليب شويه بشويه، ونخلط حتى نخلط هذاك الخليط مزيان، نخلط هذاك الخليط ديالي بحال هكا مزيان، وغادي نزيد داك الحليب كامل، وعاد نزيد البيض، وغادي نزيد ديك الملحه اللي وريت لكم، ديك المعلقه ديال الملحه. غنزيد غير بشويه باش نخلط هذيك العجينه ما تبقاليش لاصقه، راه كتبقى مع القنات كما تشوفوا. نخلطها كامله مزيان، ديك الساعتين عاد نزيد الحليب كامل، نخلطوا هكا بالزربه مزيان باش تخلط لكم. هانتوما خواتاتي غادي نخلط هكا حتى يتخلط مزيان، حتى يسخن، وديك الساعتين غادي نعاودو نتلاقاو، غنحس به عقد ونعاودو نتلاقاو خواتاتي. هنا خواتاتي كما تشوفو راني غليتو مزيان، غير هو يغلى وانا نحركو بحال هكا. ودابا غادي نزيد البيض، البيض غادي نزيد حبة بحبة ونحرك باش ما يطيبليش داك البيض. هاني قلت لكم 5 ديال البيضات اللي راني دايره هنايا. باش نعمر هذيك الكبيره واللي شاطلين نزيدو في الصغيره، بقاش هذيك راها كبيره بزاف. حركو مزيان هكا باش ما يبقاش داك البيض بعيد. وهاد البيشاميل هذا راه كيجي بنين. وهنا خواتاتي هذا الكيكيش ديالي هو هذا، ودابا راه غادي ندير فيه هذا. بسم الله غادي نخلي هذا حساب هادي، نوزعو عليه كامل هكا، وانا كيعجبني داك المذاق ديال الفلفل، كندير الفلفل. بسم الله
خواتاتي كنبقى نحركو بحال هكا باش داك البشاميل كامل يدخل مع داك الشرموله ديالو. خواتاتي راه كيجي بنين بنين بزاف. وهنايا انا غادي ندير الفرماج. والفرماج اللي عندكم خواتاتي ديروه تاع لي كيش ولا بيتزا ولا المهم اللي بغيتو نتوما. ودابا خواتاتي غادي ندخلو ان شاء الله الفران ونعاود خواتاتي نتلاقاو. هنا خواتاتي ها البيتزا ديالي هما طابو كما تشوفوا، راهم كيجيو زوينين وكيجيو رطبين هانتوما كما تشوفوا كيجيو منظر. ودابا داك لي كيش ديالي راني درتو يطيب، باقي لي دابا غير المسمن نطيبو والبيض طيبتو، نعاودو ان شاء الله نتلاقاو. انا خواتاتي كما تشوفوا هذا هو الفطور ديالنا، هذا هو الفطور ديال ضيافي غيشي دراري صحاب ولادي. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، يلقاكم بالصحة والسلامة يا ربي، ومرحبا بكم معايا وشكرا عليكم يا المشاهدين والمشاهدات ديالي، وعواشركم مبروكة والله يحفظكم كاملين. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، افطار بسيط كما تشوفوا ونتمنى يعجبكم، ومرحبا بكم معايا وشكرا عليكم يا المشاهدين والمشاهدات ديالي، وبالسلامه عليكم وخليتكم على خير ان شاء الله.